ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم ومن ولي الإمامة في أحد المساجد؟ المشكلة ليست مشكلة الكتب، الكتب متوفرة ولله الحمد، لكن المشكلة مشكلة من هو الذي يشرح الكتب ويوضح الكتب. لا بد من مدرس، لا بد من عالم يشرح لك الكتاب الذي تريد أن تقرأه. فإذا حصلت على مدرس فالكتب ولله الحمد ميسرة، والمدرس هو الذي يوجهك إلى الكتاب المناسب. نعم.